أصدقائي، أسعد الله مساءكم بكل خير. مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلتكم المفضلة، سلسلة محترفين معا. لا نطيل عليكم، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب، ولنبدأ حلقتنا. هنا مصر، بالضبط في السويس، مقابلة تاريخية وأجواء ساخنة وحامية. بالطبع ليس بسبب الطقس فقط، بل هي مباراة الديربي المغاربي بين الأشقاء، والذي يجعل الكرة الإفريقية والعربية تتوهج كلما التقيا. الجزائر تلعب ضد المغرب في لقاء حاسم للظفر بالتأشيرة العبور إلى الكان القادم أقل من 20 سنة. أجواء أخوية بين عناصر الفريق، وهذا ما يغيظ الحاقدين. ائتم أم أبيتم، الجزائر والمغرب إخوة. لنبدأ المباراة. ها هي ضربة البداية، وبداية غير موفقة لكل من التشكيلتين. رتم هادئ، أهو بسبب الحرارة والرطوبة؟ لا نعلم. تمريرات بروية واتزان دائم، وهذا تحت غطاء الخوف لكل من عناصر الفريق. الدقيقة 17، أول انطلاقة خطيرة من المنتخب الجزائري، توزيعة رائعة من الظهير، ولكن الحارس يتدخل. هذه أول فرصة في اللقاء، أكيد إن أسميناها فرصة. بعدها بلحظات، المنتخب المغربي يرد والحارس يتدخل، ولكن الحارس لم يستفد من المرة السابقة وظل يكرر الخروج المتكرر المتهور. في الدقيقة 27 أقدم المنتخب الجزائري على أول فرصة في اللقاء، مما جعل الفريقين يستيقظان من سباتهما ويرفعا قليلا في الرتم. الشوط الأول على وشك النهاية، قالفة صعبة للمنتخب المغربي، المدافع المغربي يركز جيدا بينما الحارس يكرر خطأه من جديد وينسى نفسه. وكما كان متوقعا، الهدف الأول للمنتخب المغربي بطريقة رائعة، خطأ كارثي من الحارس تسبب في القضاء على فريقه، وأطلق الحكم نهاية الشوط الأول. انتظرونا في الجزء الثاني على القناة.